السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مدارس هبة الله، مادة العلوم للصف الرابع. صباح الخير يا حلوين، إن شاء الله اليوم عندنا بداية حلوة، بداية جديدة للوحدة العاشرة الموارد الطبيعية في البيئة. هاي الوحدة فيها درسين، الدرس الأول الموارد الحيوية والدرس الثاني الموارد غير الحيوية. إن شاء الله رح ننبسط بهاي الوحدة، بتحكي عن الطبيعة وعن حياتنا وعن بيئتنا، وحدة جميلة جداً. درسنا الأول اليوم الموارد الحيوية، رح ناخذ هذا الدرس ونتعرف على أهم الموارد الحيوية. إذن أهداف درسنا اليوم رح نتعرف على مفهوم الموارد الطبيعية والموارد الحيوية. رح نذكر أمثلة على الموارد الحيوية الموجودة في حياتنا، ورح نتعرف على الوقود الأحفوري وأنواعه. بداية يا رابع لازم نحكي عن الموارد الطبيعية. ما المقصود بكلمة موارد الطبيعية؟ الموارد الطبيعية كل شيء موجود في حياتنا، موجود أصلا في البيئة ونقدر إنه نستفيد منه. إذا هي الموارد الموجودة دون تدخل الإنسان ويحتاج إليها الإنسان في حياته. الموارد الطبيعية الموجودة أصلا في الكون تنقسم إلى قسمين، موارد حيوية بنسميها، وعندنا القسم الثاني موارد غير حيوية. رح نهتم اليوم بدراسة الموارد الحيوية، ورح نأجل الموارد غير الحيوية للدرس الثاني بإذن الله. ما المقصود بالموارد الحيوية؟ الموارد الحيوية كل شيء حي اللي هو النباتات والحيوانات الذي يستطيع الإنسان الاستفادة منه. فإذا هي موارد يحصل عليها من الكائنات الحية وما ينتج عنها من مشتقاتها مثل الخشب والحليب واللحوم. كل شيء عندنا من النباتات والحيوانات بنحكي عنه موارد حيوية. بعض الموارد الحيوية في بيئتنا عندنا، رح نتعرف على كيفية استفادة الإنسان من النباتات، استفادتنا من الحيوانات، وثالث مورد هو الوقود الأحفوري. هذا يعني جزء موضوع جديد شوي، لكن إن شاء الله رح نتعرف عليه بشكل كامل. أولاً النباتات، ماذا يستفيد الإنسان من النباتات؟ يستفيد الإنسان في الحصول على غذائه. زي ما إحنا عارفين بيعتمد الإنسان بشكل أساسي على النباتات في الحصول على طعامه. أيضاً نصنع الأثاث من المواد الخشبية، نصنع الورق أيضا من النباتات اللي هو أصله في السيقان وأوراق النباتات. أيضا عندنا القطن، هو مادة تستخدم لصناعة الملابس، وعندنا النباتات الطبية اللي تستخدم في العلاج الطبي. إذا عندنا نباتات طبية يستفيد الإنسان منها في علاج الأمراض. ثانيا عندنا الحيوانات، كيف يستفيد الإنسان من الحيوانات؟ زي ما احنا بنعرف من زمان انه الحيوانات بنستطيع نستفيد من لحومها للاكل ومن حليبها، تستخدم كانت قديما وللان في بعض المناطق عندنا نستخدمها كوسيله نقل، يستفاد من جلودها في صنع الملابس وصنع بعض الاستخدامات التي يستخدمها الانسان من الجلود والملابس الصوفيه والقطن والحرير، كلها عباره عن مواد اصلها من الحيوانات. إذا نستفيد من الحيوانات في الغذاء، في وسيلة نقل، في صنع الملابس. نتعرف على النوع الثالث. خلينا نحكي إنه هذا الموضوع شوي جديد علينا كطلاب في الصف الرابع، نشوف ما هو المقصود بالوقود الأحفوري. الوقود الأحفوري يا رابع مورد طبيعي، مورد موجود عندنا في الطبيعة، بتكون من بقايا النباتات والحيوانات اللي عاشت قبل ملايين السنين. يعني في عندنا نباتات وحيوانات عاشت قبل ملايين السنين، وهي النباتات أو الحيوانات ماتت واندفنت في التربة، تعرضت لكميات من الدفن كبيرة، يعني نزلت إلى أعماق الأرض. بنزولها إلى أعماق الأرض تعرضت لحرارة عالية جدا، كونت عندي الوقود الأحفوري. الوقود الأحفوري له أنواع، في عندنا عدد من أنواع الوقود الأحفوري حسب أصله إذا كان نباتات أو حيوانات. عندنا الفحم الحجري، وهو يعود أصله إلى النباتات، عندما تتصلب النباتات وتدفن في أعماق الأرض لمدة زمنية طويلة وتعرض لحرارة عالية رح يتكون عندي الفحم الحجري. عندنا النفط، النفط يتكون من كائنات بحرية كانت عايشة في منذ أزمنة قديمة، أيضا تعرضت
تعرضت للدفن ولمدة زمنية طويلة، تعرضت لحرارة وضغط عالي جدا، فكون عنا النفط اللي هو سائل أسود لزج. في عنا الغاز الطبيعي يتكون تقريبا بنفس طريقة تكون النفط، إلا أنه يتعرض لحرارة عالية جدا فبتحول لي النفط إلى غاز طبيعي. إذن عنا الوقود الأحفوري، إما يكون على شكل فحم حجري أو عنا النفط أو الغاز الطبيعي. ممكن الفحم الحجري اللي إحنا يعني هو الفحم اللي بيستخدم للشواء، بنحكي عنه فحم حجري، فهو أصله عبارة عن نباتات. درسنا لليوم رح نتعرف أكثر على النفط وطريقة تكونه. استخدامات الوقود الأحفوري بشكل عام، نعمل عملية حرق للوقود الأحفوري حتى نحصل على الحرارة، فإذا دائما نحصل على الطاقة باستخدام الوقود الأحفوري عند حرقه. نستخدم مثلا الوقود الأحفوري أيضا في وسائل النقل المختلفة، كلها بتستخدم نوع من أنواع الوقود الأحفوري. يستخدم لتشغيل الأجهزة الكهربائية، زي ما احنا نعرف انه الكهرباء تجينا محطات توليد الكهرباء تقوم بتوليدها عن طريق حرق الوقود الأحفوري، ثم يتحول إلى كهرباء بتشغل الأجهزة الكهربائية. أيضا تشغيل المصانع وآلات المصانع، كله بيعتمد على حرق الوقود الأحفوري. نيجي عنا للنفط، عنا هو عبارة عن سائل لزج أسود. هذا السائل مهم جدا في حياتنا، بتعتمد عليه كل الدول في العالم في توليد الطاقة. تكون هذا النفط بفعل الكائنات البحرية اللي عاشت منذ ملايين السنين. إذن النفط يحتاج إلى مدة طويلة جدا حتى يتكون، ومش بسهولة بتكون، لذلك إحنا عنا تأهب من نفاذ النفط، لأنه يحتاج إلى ملايين السنين حتى أكون كمية كافية من النفط. شوف عنا مراحل تكون النفط، كيف يتكون النفط في الطبيعة؟ أول خطوة عنا في كائنات حية دقيقة في البحر، ماتت هاي الكائنات. بعد هيك بعد ما ماتت أكيد راح تنزل إلى الأسفل وتندفن في تربة بحرية في قاع البحر، وتتراكم عليها الصخور والأتربة بفعل طبعا تحرك تيارات الماء، راح تتراكم كميات من التربة والصخور أكثر وأكثر فوق الكائنات البحرية الميتة. بعد هيك عنا بتصخر كميات كبيرة من الصخور فوق الكائنات البحرية، رح يؤدي إلى تولد ضغط وحرارة عالية جدا. كلما زادت الطبقات كلما زاد الضغط والحرارة، وبالتالي رح يصير عنا حرارة كبيرة تتأثر فيها أو تتحلل فيها جسم الكائنات البحرية. مع مرور الوقت رح يتحول بقايا الكائنات البحرية، بتتحول بفعل الضغط والحرارة إلى النفط اللي هو عنا نستخدمه في حياتنا، السائل أسود لزج. خلينا نتعرف أكثر على احتراق الوقود الأحفوري أو النفط، شو تأثيره عنا طبعا في حياتنا. أكيد إحنا نعرف إنه يا رابع أي عملية احتراق تولد دخان، وهذا الدخان بيكون سام. إذا عنا رح يؤدي احتراق كميات كبيرة من الوقود الأحفوري لأي نوع من أنواعه، سواء النفط أو الفحم الحجري أو الغاز الطبيعي، رح يرفع درجات الحرارة بشكل عام في العالم. إحنا هلأ نعاني في العالم من ارتفاع كبير في درجات الحرارة في غير موسمها، يعني ممكن إنه نلاقي في بعض الأشهر الربيع درجات الحرارة بتوصل لدرجات عالية مش بطبيعتها. عندنا يؤدي إلى احتراق الوقود الأحفوري إلى يعني توافر غاز بكميات كبيرة في الهواء، توافر غاز سام بالهواء، هذا الغاز بيرتفع إلى طبقات الجو العليا، بعد هيك رح يجي عندنا الأمطار، رح عندنا تمطر الدنيا مثلا في فصل الشتاء، رح يدوب هذا الغاز زي ما أنا هون بينيت إياه بصورة السوداء، هذا الغاز الأسود رح يدوب في قطرات الماء وتنزل على الأرض مع المطر، رح يكون إشي اسمه مطر حمضي. المطر الحمضي مادة كيميائية سامة جدا، تتلف المباني وتهدد حياة الإنسان والحيوان والنبات، فإذا تكونه بسبب سقوط الأمطار على الغازات السامة.
أيضا عندنا تغيير حالة الطقس بشكل عام أو المناخ في بعض المناطق، يعني بعض المناطق مثلا عندنا صار تتحول عندنا فصل الصيف إلى فصل مثلا في مثلا بدايته بيكون شتاء، وفصل الشتاء كمان بيكون ممكن يتعرض لدرجات حرارة عالية جدا. نحكي لها تغير حالة الطقس بشكل عام، بشكل عام في العالم كله عماله بيتغير، طبعا بيؤدي إلى ذوبان الأقطاب المتجمدة بكميات كبيرة، وهذا بيؤدي طبعا إلى مشاكل أو تلوث حراري في الطبيعة. أخذنا اليوم يا رابع أنواع الموارد الحيوية اللي هي النباتات والحيوانات، حكينا من أصل كمان النباتات والحيوانات اللي هو الوقود الأحفوري. استخدامات الموارد الحيوية في حياتنا، سواء استخدام النباتات، الحيوانات، استخدامات الوقود الأحفوري، تعلمنا استخداماتهم. أيضا تعلمنا عن النفط، ما هو النفط، كيف يتكون النفط، وما هي استخداماته. طبعا هيك بيكون أنهينا درسنا لليوم. ألقاكم على خير إن شاء الله في الحصة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.